خلال تصوير هاي الحلقة S1 كانت من سكوتر شاومي وصلت لل 400,000 فيو على يوتيوب وأرقام تاني غريبة عجيبة على فيسبوك. حط لكم اللينك بالأخير. من وقتها إلى اليوم تاني وقتها قطعت سنة ونص، نزل كتير، نزل الـ AMG، كنا وقتها عملنا له كمان مراجعة، وعندي هلأ السكوتر الفور ألترا من شاومي، إلكتريكال سكوتر فور ألترا من شاومي. تم إطلاقه بإسبانيا ببرشلونة، كنت موجود وقتها ب 26 شباط فبراير، كنت موجود بس شفتها هيك أوف. صارت موجودة. قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، وخلينا نشوف مع بعض أحدث وأجمل وأجدد سكوتر مش بس من شاومي بالعالم. أول شيء بالعادة يعني أنا تعودنا على هذا الموضوع أن نكون نعمل الأنبوكسينج، بس مثل ما شايفين أنا فاتح السكوتر من قبل، ما قدرت أنطر تعمل لها السيت أب وشوف إذا كل شيء تمام ولا لا، فعلى السريع خلينا نشوف شو في موجود بالعلبة. في الشاحن، وهولي للدولاب اللي موجود بالعلبة، شاحن، وهيدا كرمال نشحن او نعبي الطير. غريبة انه الطير المفروض ما بيتعبى، المفروض معمول بطريقة انه يفوت فيه مسامير، وهي كرمال نركب الارم. خلينا نجربها مع بعض. الارم اول شيء او هذا الدراع اللي انتم شايفينه علي، صار 55 سنتي اكثر من الاول. الاشخاص اللي شوي طول شوي مثل حالتي صار احسن، فحتلاقوا طالع منه 2 كيبلز، واحد موجود للاضاءه ولكل شيء موجود عندي على السكرين هون، والثاني المفروض بيكون للفريمات للبريكس. شكل عصري، اجمل بكثير من النسخه اللي كانت موجوده قبل. اكيد ما فينا نعمل تجربه سكوتر خلينا نحكي هون الا اوت دور، فخدها واحط بعد البريك، بعد ما وصلت البريك، وخلينا نشوف مع بعض التست، التجربه الكامله مع الديزاين، مع البطاريه الموجوده، البريكات صارت تطلع جبال كمان اوت دور. اول شيء بلفت نظرنا فيها للالترا، غير مثل حكيت من شوي علو الستاند، الدراع اللي عنا اياه مريح للاشخاص الطوال واحسن بكثير ما يكون سيء وايدك من تحت. ها اول نقطه تغيرت. ثاني شيء عنا 800 سنتيمتر مكعب هون بالمحل الموجود، مساحه واسعه برياحه تحط اجريك اثنين، واكيد احنا هون عم نحكي سكوتر يعني شخص واحد. يا جماعه الايام كثير بشوفكم عم تطلعوا شخصين على سكوتر، لا سكوتر لشخص، سيفتي اكثر. النقطة الثالثة اللي كمان غير ال 800 اللي احنا عنا اياه هون، العلو اللي بين الارض والدك اللي عنا اياه هون هو 21 سنتي، اللي هو المفضل، احسن بكثير صار عنا، اعلى شوي اذا عم تسوقها اوف رود، اذا عم تطلع في بحص وفي تراب وكذا، حتى لو مي، بغض النظر انه هي اي بي 55 ولاول مرة بنشوف انه صار في عنا مي ضد المي. كنت دائما اقول لكم انتبهوا يا جماعه اذا عم بتشتي، فهذا العلو صار افضل واحسن طلع معي يا صلاح للسواقه. هون عندنا محل للايد لدعسه البطاريه، مش حقول دعسه لانه انت باصبعك عم تشتغلها، وهون عندنا البريك، واكيد عندنا الجرس. صلاح لحظه عندي ضوء ال اي دي هون، فيكم تفعلوه يس ونو. اما بالنسبه بالخلف اللي عندنا اياه هون محل ثاني ضوء البريك اللي شايفينه، ففيكم تفعلوه وفيكم كمان تطفوه، بس بالليل يفضل يكون اكيد مفعل. عندنا هدول الدواليب اللي شايفينهم 10 انش القياس تبعهم، وحسب التجربه اللي عملتها شاومي كبت مسامير وكبت ازاز وطلعت عليها. هلا انا ممكن اعمل هذا الشيء بس مش هلا، خلوني انبسط فيها شوي. فهدول الدواليب اذا فات مسمار بالدولاب بالتاير ما بيصير له شيء. شفنا 2 سسبنشن موجودين صلاح اللي شايفينه هون وهالميلة، لتطلعوا على طبة، طلعتوا على محل عالي، هودي كتير بيريحوا فيما بعد بالسواقة بالقيادة على السكوتر. السسبنشن تبعه أفضل بكتير من مكان النسخة اللي موجودة قبل، وصار فينا كمان بيساعد أكتر
على نكون طالعين بجبل بارتفاع 25 أحسن مبنية أكثر من قبل، فما بتفرق معك أو ما بتحس إنه عص معك السكوتر بأنك إنك طالع طلع. هذا بالنسبة للشكل الخارجي. عن طريق الشاشة اللي شايفينها هون فينا نشوف كل كمان معلومات قديش في بطارية عندي هون. مجرد ما يكبس كبسة واحدة حيضوي عندي الضوء للإضاءة المسائية لليل مثل ما شايفين، واللي فيها كمان نتحكم فيها عن طريق أبليكيشن الضوء الخلفي والضوء الأمامي. كبسة صغيرة بترجع بتطفي الشاشة اللي انتو شايفينها موجودة عندي هون. في كذا وضعية للسواقة، عندي الووكينج، عندي درايف اس و الاس بلس اللي موجودة حطينا حمراء كرمال هاي بيكون اسرع سرعة موجودة عندنا. فينا نشوف عن طريق الابليكيشن كمان بنفس الوقت قدي السرعة تبعيتنا بغير انه التابلو اللي شايفينه الثراتل موجود عندنا اياه بهالميلة، اما هالميلة عندنا الجرس. عن طريق تطبيق ابلكيشن موجود للشاومي على كل الهواتف اندرويد كانت او عنا اياها للايفون، فيكم تتحكموا بكل شيء بالسكوتر. مجرد ما بتفوتوا على التطبيق اللي موجود شايفينه هون المي هوم، عنا السكوتر فيكم تعملوا لوك للسكوتر. اول شيء بيفرجيني قد ايه كميه البطاريه اللي موجوده، خلي اول شيء عم يتعرف على الجهاز، فرجيني قديش بيمشي، شو الوضعيه اللي شايفينها. هون انا حاطط الاس بلس، قد ايه الكرنت باتري اللي موجوده، قد ايش بتمشيني كم من كيلو، وكل المعلومات الثانيه. فيكم تعملوا لوك، فيكم تغيروا بالبطاريه وتشوفوا الاستهلاك تبعها اذا هي عندنا يا هاي او ميديوم، وقد ايش الكميه او قد ايش بتكملنا البطاريه مثل ما شايفينه. فيكم تعملوا لوك للسكوتر وحمايه اكثر تما ينسرق منكم لا قدر الله فيما بعد. واحدة من النقط المهمة للحماية أكيد إنه تكون سهلة السكوتر إنه أنتوا تفكوها بهذه الطريقة اللي أنتوا شايفينها وتضبوها وتاخدوها معكم بأي مكان بكبسة واحدة. هيدي هوني مجرد ما تحطوها بهذه الطريقة فكت عندي، سكرناها، حطينا محل البريك مثل ما شايفينه هون بهذه الطريقة. شاومي غيرت كتير بسكوتر الفور الالترا، عندك دول سسبنشن، عندنا 940 واط الماكسيموم باور اللي عندنا اياه، 70 كيلو بتخدم بطارية من شحنة واحدة، تخيل رقم كتير كبير. عندنا التاير العشرة انش اللي ما بينفخت، و IP55 لأول مرة بنقول انه شاومي عندها سكوتر ضد المي. سرعة وقصوى عندنا اياها 25 كيلو متر مع اربع سرعات سبيد اس بلس درايف والايكونومي، وصارت بتحمل تقريبا من 100 ل 120 كيلو. هدول كلهم نقاط بتخلي سكوتر شاومي الالترا الافضل بالاسواق. شاومي ابدعت بسكوتر اللي شايفينها قدامكم مع السسبنشن والاذرع اللي موجوده مع البطاريه الكبيره، سهل حملها للسكوتر وانك توضعها باي مكان موجوده. هذول كلهم شاومي معروفه اذا بدكم ومن قبل بخبرتها بالسكوتر. اهم نقط بدي لكم اياها، شخص واحد يطلع على السكوتر مش شخصين، واكيد تحطوا هلمت وبروتكشن حمايه لكم. هذا كان كل شيء لليوم، اذا في شيء نسيت تقولوا او حابين تعرفوه عن سكوتر شاومي الجديد اذكروا لي اياه بالتعليقات. لا تنسوا اللايك، اشتراك بالقناة، وسلام.